وفي ولد، وفي يعني احد المشايخ او طلبة علم استعمل هذا الخلق الذكي، اصابه مرض قالوا له علاجك يا في لندن يا في تركيا في اسطنبول. قال لك لا، لندن دي بلد اجانب وكلهم لابسين اي كلام وبتاع وفتنه، اروح اسطنبول. فراح اسطنبول، فالمستشفى كان جنبيه مسجد، فكان ينزل يصلي وبعدين يقعد بعد الصلاة شوية كده. فالإمام اللي بأم بيهم كان يقول لهم احذروا الدعوة الوهابية، اللي هم السلفيين يعني اللي بيرموهم دلوقتي بأنهم وهابيين يعني. والراجل ده سعودي، المريض ده سعودي. فنزل بالعقال والغطرة والقصة دي، أول ما سمع الراجل بيقول ضل المضل، قام خالع الغطرة وخالع العقال، يبقى ناوي يعمل حاجة. ودخل كده الجامع براسه ايه زي حالتنا كده. وبعدين بدأ يتقرب من الإمام ويقول وأنا من الخليج وجيت عشان أتعالج ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع. وبعدين المرة الأولانية اداله وعود، المرة الثانية اداله مثلا قميص، المرة الثالثة اداله مثلا هدية مش عارف ايه، أصبحوا ايه؟ قريبين من بعض، أصحاب. وبعدين قام جايب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وشايل الجلده بتاعته، صار كتابا بلا عنوان. ما هو لو اداله كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب هيقول له هو انت منهم؟ ها؟ وهيرفض ليه؟ يرفض يقرا في الكتاب. فقام قطع الجلده بتاع الكتاب، صار كتاب بلا عنوان. وبعدين قام له ايه يا مولانا، انا حبيتك ووثقت فيك وما شاء الله عليك يعني والكلام ده. فواحد وانا في المستشفى كده اداني الكتاب وقال لي ايه، خد اقرا فيه. وانا راجل على قدي وما اعرفش اذا كان الكلام اللي فيه صح ولا غلط، فممكن تقرا الكتاب ده وتقول لي اقراه ولا ما اقراهوش. كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب عباره عن ايه وحديث وما يؤخذ من الايه والحديث، مش اكتر من كده، عناوين يعني. الراجل خد الكتاب وبعدين بعد 3-4 ايام قابله صاحبنا، قال له يا مولانا قريت الكتاب وكده. قال له كتاب رائع ممتاز، ليس فيه غير القرآن والحديث وما يؤخذ من الحديث من الفوائد. حينئذ فجر قنبلته وقال له هذا الكتاب هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي سمعتك تقول أنه ضال مضل، أسقط في يد الإمام وما صدقش الموضوع. قال له لا، انت بقى الاستاذ مش انا، علمني بقى اعرف ما هي القصه. قام عامل كتاب للشيخ ابن باز رحمه الله عليه ووداه الى السعوديه، درس في الجامعه الاسلاميه ثم رجع الى تركيا احد دعاه المذهب السلفي. انت شايفين فكره ذكيه ولا لا؟ فكره ذكيه، لكن لما انت تقوم كاشف عنوانك ومديهوله ما هيبقى ده صد. فاذا كان العنوان سيصد عن المنهج اخر العنوان، بل ممكن ما نكونش محتاجين عنوان إلا في الظروف القاهرة التي تحتم علينا أن نعود إلى العنوان.